مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. ايش اخباركم؟ شكرا لللايكات والقلوب والكلام الجميل. تقول لك يا ناس غسيل مخ، انتم تصدقون مثل هذه الخزعبلات؟ تخيل ان في احد يصدق. تخيل انه انت فقط الذكيه، انت فقط اللي قافطه الموضوع، انت فقط اللي فاهمه، انت فقط اللي عارفه. تخيل كل هذول مخدوعين، كلهم ضحك عليهم وغسل دماغهم، انت بس اللي مركزه وفاهمه وذكيه مره 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 ذكيه. فاستمري استمري ذكريهم، استمري ذكريهم. بس ابغى اقول لك شيء، ان هذا الكلام اللي تقولينه هو انعكاس لعمقك، هو انعكاس لغسيل الدماغ اللي انت موجوده فيه، هو انعكاس للضياع اللي انت موجوده فيه. ذلك اقول لك استمري استمري. تبغين تكبر هذه الطاقة، تبغين يزيد الضياع اللي انت فيه، فقط استمري، فقط استمري. امسك الميكروفون وحذري كل الناس وذكريهم انهم اغبياء، انهم صدقوا الخزعبلات، انهم مضحوك عليهم، انهم يتعرضون لغسيل دماغ. في الحقيقة انت تتكلمين عن نفسك، انت حرفيا تتكلمين عن نفسك، تتكلم عن واقعك اللي تعرضت فيه لأقسى انواع غسيل الدماغ وضايعة ولا تدرين انت وين. ومن شدة الضياع انك ماسكة الميكروفون قاعدة تصرخي، من شدة الضياع. انا جايبة زنجبيل اليوم، ان شاء الله معكم شاهيكم قهوتكم من البداية. البث ثقيل من البداية يا جماعة، البث ثقيل. احنا يعني في موضوع الصدمات واكيد البنت هذه بدون ادنى شك تعرضت للصدمة. غسيل الدماغ احد اشكال الصدمات، غسيل الدماغ احد اشكال الصدمات. وانا كنت في يوم من الايام وسط غسيل دماغي يعني مركب، صعب انك تفكه وتفره وتعرف وتاخذ قرار وتفكر وتشوف حياتك وتطلق مخك انك تفكر في كل شيء. فانا اعرف بالضبط كيف يعني يكون الانسان وسط صندوق ومقفل عليه، ولا يقدر يفهم الحياة، ولا يقدر يشوف الحياة، ولا يقدر يعني ولا يقدر يفك، ما يقدر هو حتى يفك لنفسه، يعني ما يقدر. اليوم وإحنا نتكلم عن الصدمات، إحنا نتكلم عن أشخاص مختلفين. على فكرة اللي تعرضوا لصدمات في حياتهم هذولا خاصين. وأنا تكلمت في كورس أبانوس إنه اللي يتعرضون للصدمات نوعين، نوع يتعرضون للصدمات ويستمرون هم نايمين، يستمرون في النوم العميق 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 العميق، ونوع يتعرضون للصدمة لأنهم بعدها راح يصير شيء مختلف، بعدها راح تكون قمة مختلفة. وأنا أؤمن إنه كل شخص موجود في هذه الدائرة، في دائرة الوعي، في دائرة تطوير الذات، تعرض لصدمة هو موجود عشان يبغى يفهم شيء، يبغى يوصل شيء، يبغى يوصل لنتيجة، يبغى يغير واقع، يبغى يقفز لقمة جديدة، يبغى يكتشف نفسه، يبغى يكتشف مهاراته، يبغى يختبر قديش هو قوي، يبغى يختبر قديش هو قوي. خلوني أقول لكم اليوم عن نظرية الصدمة، بعدين بنرجع لأبانوس راح نشوف المحاور وإذا ممكن نفتح شيء عشان شارك فيه الجميع. نظرية الصدمة تقول انه الان انت عندك واحد شخص مثل البنت اللي قبل شوي او الولد اللي قبل شوي ضايع. عندك شخص يعني قفل، مو قادر يتغير، مو قادر يفهم الحياة، مو قادر يفهم الواقع، ضايع، وانت تبغى تغير هذا الانسان. انت تبغى تغير، انت الان افهم منه، هو ضايع، انت الان افهم منه، تبغى تغير. وهذا تستخدم على مستوى اوسع، مش على مستوى افراد، على مستوى جماعات. يعني عندي مجموعة أغبياء موجودين في مكان معين، شلون أغيرهم هذولا؟ شلون أوجههم؟ شلون أوديهم يمين؟ شلون أوديهم يسار؟ نظرية الصدمة تقول إنه هذولا عالقين في الماضي حقهم، عالقين في فكرة هم تورطين فيها في الماضي أو مؤمنين فيها في الماضي، فبالتالي يمكن ما نقدر نقول لهم روحوا يمين، يقولك لا لا لا، الماضي يقول استمر قدام، أو الماضي يقول روح يسار. فاحنا ما نقدر نغيرهم. فنظرية الصدمة تقول سوي لهم صدمة،
سوي لهم صدمة. لما نسوي صدمة لهذه المجموعة إيش يسوون؟ إيش يتصرفون؟ إيش الاحتمالات اللي راح تكون؟ أول شيء راح ينسون الماضي، ثاني شيء راح يتغيرون بعد الصدمة. خلينا نشوفها على المستوى الشخصي، لما تجي الصدمة مش ما حد رتبها ولا حد سواها ولا حد خطط لها ولا في أحد قاعد يخطط ضدي. ما في أحد قاعد يخطط ضدي، أمي ماتت، في أحد قاعد يخطط ضدي؟ لا ما في أحد، الموضوع سليم وكل شيء أوكي. صدمة، ما هي الاحتمالات اللي راح تحدث بعد الصدمة وفقا لنظرية الصدمة؟ إنه أنا راح أنسى الماضي، وش صار وش ما صار، راح يجيني نوع من التشوش حول الماضي، نسيان، لخبطة في البيانات، لخبطة في المعلومات، أنا من كنت؟ خصوصا لما تكون أمي هي مصدر الطاقة، أنا من كنت؟ إيش تعلمت منها؟ إيش فهمت منها؟ كيف الحياة؟ كيف أتخذ قراراتي؟ يمكن كنت كل يوم أخذها للسوق أقولها هذه القطعة ولا هذه القطعة، الحين ما عندي أحد أشاورة، أشاور مين؟ هذه القطعة ولا هذه القطعة؟ نسيت كيف؟ ما عاد أعرف. ففي مثل هذه اللحظة، ففي مثل هذه اللحظة تنشأ هذه الشخصية، في مثل هذه اللحظة يظهر هذا الإنسان، في مثل هذه اللحظة تتجلى قوتك وتتجلى إمكانياتك وقدراتك، في مثل هذه اللحظة تتجلى المهارات اللي كانت مخفية، في مثل هذه اللحظة يتغير الإنسان، في مثل هذه اللحظة يتغير الإنسان. خلونا نشوف أبانوس. أبانوس هو برنامج مصمم للتحرر من الصدمات. يعني إذا في شخص الآن يعيش في صدمة، مثلا واحد يقول لي أنا الآن أتعرض لخيانة من زوجي، أنا الآن شخص عزيز علي مات، أنا الآن انفصلت من شغلي، أنا الآن أمر في كارثة طبيعية في البلد اللي أنا فيه، أنا الآن في حرب، أنا الآن في فضيحة، أنا الآن سويت جريمة ولا أعرف إيش أسوي، أنا الآن عندي قصة كانت قديمة وطلعت في السطح، أنا الآن كنت تعرضت لغسيل دماغ لمدة 20 سنة والآن انتبهت إنه أنا تعرضت لغسيل دماغ، أنا الآن في صدمة. فهذا الكورس مخصص للأشخاص اللي هم الآن يعيشون حالة صدمة. في شخص أشخاص نوع ثاني اللي هم انصدموا وخلص، يعني مات شخص عزيز بس لخبطت حياتهم بعدها، ما عاد قدروا يرجعون لنفس السكة اللي هم فيها، علقوا في مكان ما، علقوا في شبكة، علقوا في شيء، يمكن علقوا في مرض، يمكن علقوا في اعتقادات، مشاعر، أفكار معينة، وما زالوا عالقين في هذاك المكان. أيضا هذا الكورس يساعدهم. المحاور عندنا المقدمة، قصة سارة، هذه قصة جدا جميلة. ما هي الصدمة؟ مستويات الصدمة، 14 سؤال لمعرفة هل تعيش حالة صدمة، 14 سؤال لمعرفة هل تعيش حالة صدمة، ماذا بعد الصدمة؟ لأنه بعد ما ننصدم، بعد الصدمة، بعد ما تصير الصدمة، في آثار تبين، آثار على الجسد، آثار على الأفكار، آثار على المشاعر، آثار على المستوى الطاقي. هذه الآثار في العادة تبين، يعني يقدر يشوفها الإنسان، يقدر يعرف، يقدر يقول أنا صرت خايف، أنا صارت تجيني نوبات هلع، أنا صرت ما أقدر أنام، أنا صار عندي أرق، أنا صرت أشك في الناس، أنا صرت أوسوس، أنا صرت صار عندي معتقد عن كل الرجال إنهم خونة، صار عندي معتقد عن كل الناس إنهم نصابين، صار عندي معتقد عن كل الأماكن إنها غير آمنة، صار عندي معتقد إنه أشياء كثيرة، معتقدات كثيرة كلها تنشأ بعد هذه الصدمات. لماذا ننصدم؟ ليش أصلاً إحنا انصدمنا؟ ليش أصلاً صارت هاي صدمة؟ ليش يعني مثلاً شخص يقول والله أنا ابني مات فانصدمت؟ طب أنت ما كنت تعرف إنه بيموت؟ كلنا بنموت، كلنا بنموت، ما كنت تعرف إنه هو بيموت؟ هذا الشخص العزيز عليك يتوفى، ما كنت تعرف إنه بيتوفى؟ فإحنا لماذا ننصدم؟ كيف يتصرف الناس وقت الصدمة؟ شو يسوون الناس عادة وقت الصدمة؟ يختلفون، ها؟ في أشخاص يعني أبرز الحالات اللي حالات الإنكار، إنه إيه ما صار شيء، كل شيء طبيعي وكل شيء أوكي،
وكل شيء ماشي زي ما هو، أو حالات الغضب اللي هم يقاتلون ويضاربون ويسوون مشاكل لأنهم هم مو قادرين يستوعبون هذه الصدمة فيروحون يقاتلون. أي مثلا تبلد المشاعر، هذه أحد الأشياء. أو حالة الخوف، حالة أحيانا من أحد الأشكال يسوون الناس الإدمانات، إدمان الكحول، إدمان المخدرات، إدمان جنس، إدمان أي شيء، إدمان الأشخاص. إدمان الأشخاص ممكن يكون شخص طبيعي بعد الصدمة يتعلق بأحد، يعني مات أحد أطفاله تقوم تتعلق في الثاني، أو تتعلق في زوجها، أو تتعلق في أمها، فيكون في إدمان، إدمان شخص أو إدمان شيء أو إدمان فكرة. معتقدات خاطئة عن الصدمة، في كثير عندنا بعض المعتقدات اللي تخلي الصدمة ما تمر. بعض الصدمات عندنا تخلي الصدمة تعلق أكثر، ما تمر. كارما الصدمة، وهذه الكارمات اللي تأتي أحيانا من الأجداد، تأتي أحيانا من الآباء، تأتي أحيانا مننا حنا. الصدمة أحيانا لما تنعاد مرة واثنين وثلاثة وأربعة. رسالة الصدمة، وهذا هذا الجزء جدا قوي وعميق، 21 يوم لتخطي الصدمة، بعدين عندنا الأيام، بعدين عندي كيف أساعد شخص يمر بصدمة. إذا عندك أمك تمر بصدمة، أختك تمر بصدمة، خالتك، عمتك، تبغين تساعديهم، تبغى تساعدهم، في عندي جزئية لمساعدة الأشخاص اللي يمرون بالصدمات، لأنه ما نقدر نتعامل معهم بناء على تعامل مع شخص عادي. لا، هذا مو شخص عادي. اللي يمر بصدمة ينزف، ينزف. تخيل شخص مجرح مضرب والجروح تنزف، انت تتعامل مع هذا الشخص حرفيا. ترى بس عشان احنا ما نشوف الجروح، بس احنا نحسبه انسان عادي وطبيعي وكويس ومتماسك، لا لا، جروح، جروح، مضرب، مضرب، بس على مستوى الجسد المشاعري والمادي والطاقي، يمكن احيانا على مستوى الجسد الفكري والمشاعري والطاقي، يمكن احيانا حتى المادي، يمكن احيانا يجيه مرض، يصير في اثر مرضي، بس ممكن ما يكون الجسد مبين عليه، بس انت راح تشوفه كله مضرب، مضرب دم، كله مليان دم، كله ينزف دم، ينزف دم. يعني مو انت تتعامل لانك تعتقد ان شخص قدامك كامل انه هو اوكي، لا، هو مو اوكي، هو ينزف. فلازم اتعامل بطريقه خاصه ومختلفه، اعرف شو اقول وش ما اقول، متى اقول. يعني ما يصير مثلا اختك مثلا عندها حدث، صار لها حدث سيء، زوجها طلقها، وانتي رحتي تبلغينها، وانتي اصلا يعني حالتك حال، خلنا نقول يعني اصلا انت تعبانه ووضعك سيء، وتروحين لها يعني تصيحين، رايحت لها وانتي تصيحين، ورايحت لها وانتي يعني في خبر سيء، ويعني انتي جايبة كل المشاعر السلبية، جايبة كل الطاقة السلبية، وجايبة المصيبة مدبلتها 10 مصايب. ما يصير. لازم الشخص يكون شخص مناسب، لازم الطريقة المناسبة نتكلم فيها مع المصدوم، أو كيف طريقة نقل الخبر، وهذا آخر محور عندنا، كيف أنقل خبر الصدمة، كيف أقول لشخص أصلا أنه أنت مصدوم، أنت عندك مشكلة، في شخص مات، في عندك مرض فلاني، في عندك والله نقل من العمل أو طرد من العمل، كيف تنقال هذه، كيف أقدمها. خلونا نفكر وش الجزئية اللي نبغى نفتحها عشان نبغى الجميع يستفيد، حتى اللي ما شاركوا أو اللي ما عندهم فلوس أو اللي ما عندهم وقت إنهم يحضرون، لكن أي شخص يمر بصدمة حاليا أنا أنصح بهذا الكورس، أنا أنصح بهذا الكورس. اكتبوا لي بس عشان بعدين بقرأ وش الجزئية اللي تبغون نفتحها. رسالة الصدمة جدا صعب، رسالة الصدمة يعني تبكي. تبكي اصلا، والبث ثقيل، يعني احنا بعد نخلي العالم تقعد تصيح و تقعد تتألم، وهو شيء كثير يعني ابغى الشخص يسمعه لما يكون الحالة، واعرف انه اشخاص بيسمعونه بيبكون، بيتألمون، يمكن يغضبون، وهذا شيء جيد يعني عشان نسرع حركة المشاعر.
يمكن بعض الناس يغضبون مني. انا قلت لكم القصه هذه قبل انه في بعض الناس لما يسوون التمارين اللي انا حطيتها يغضبون مني انا. طبعا هم ما يعرفون انه هذه طريقه المشاعر، بس انا الشخص اللي قدامه بيحسون اني انا سبب المصيبه حقتهم، بس انا مالي دخل، انا ما يدخل، انا بس موجوده اساعدك. بس بعد وقت يعني يكتشفون انه انا ما يدخل في الموضوع، انه انا مو سبب المصيبه. كيف التخلص من صدمات خيانة الزوج؟ أولاً خلينا نشوف إنه هل في الموضوع فعلاً هو صدمة ولا مش صدمة. يعني ممكن واحدة تشوف زوجها خانها وتقول يعني خاني، أو الخيانة ذنبه على جنبه، يعني بعض الناس يقولون هالكلام، أو يعني تبرير كذا، فما تعتقد إنه هذه صدمة، إنه أنا صدمت. بتالي لازم أعرف هل أنا انصدمت، هل هي فعلا صدمة، ولا هي حدث لخبط حياتي. يعني زي مثلا لما يوم من الأيام يكون في نقاش حاد بينك وبين زميلة في العمل، أوكي يمكن تلخبط يوم، يمكن تعكرت، عصبت، نرفزت، تلخبطت ذاك اليوم، بس مو صدمة. فمهم أنك تعرفين أنه ولا أنت قاعدة ترفعين مستوى الخيانة وتخلينها مستوى صدمة. يمكن هي مو صدمة، يمكن هي شيء عادي. زوجي يخوني مع الخادم، وانت وش قاعد تسوين؟ سؤال. انت من يخوني، ما قلت يخانني، يعني هذا فعل مضارع صح ولا لا؟ مو ماضي، فعل مضارع، يعني هو يخونني، يعني مضارع، يعني حاليا مرة بعد مرة. فانت السؤال انت وش قاعد تسوين؟ قاعد تفرجين؟ يعني ايش موقفك من الحدث؟ اذا ما عندك موقف من الحدث، اذا يعني اذا انت شايفه الحدث وساكته، الامور تستمر زي ما هي، لما يصير في شيء يغيرها. قاعده تصفق. شوفي انا ما اعتقد انه في امراه بتصفق زوجها ويخون، بس في امراه ما يشكل لها يعني حدث مؤلم جدا. يعني يمكن سمعتوا معي بعض القصص انه اوكي فلوس مقابل افتح لك هذا الموضوع، فلوس مقابل انك انت تخون، اوكي رضيت ما رضيت، رضاوة. فيختلفون، ما نقدر احنا نحكم، السيدات مو كلهم واحد. ومع تغير الزمن الان المرأة فطرتها تشوهت، فأصبح عندها القيم المادية أكثر من قيم احترامها لذاتها واحترامها لحياتها. أو يعني يختلفون، خلينا نقول إنهم يختلفون. أنا أمر بصدمة فقد أخي ومو قادرة أعدي بعد هذه الصدمة. طيب خليني أقول لك، أنا أنصحك أنك تحضرين أبانوس. هي فعلا معدل أشخاص مثلك الآن يمرون بصدمة مثل هذه الصدمة، لكن خليني أبغى برضو أفيدك في شيء مهم. يمكن ما عندك فلوس، يمكن ما عندك وقت أنك تحضرين. لما إحنا نفقد شخص عزيز على قلوبنا، احنا شويه يعني الالم اللي احنا نتعرض له، طبعا احنا بشر، فمن الطبيعي ان احنا نتعرض لهذا الشعور المؤلم. لكن خلينا نشوف كيف الافكار بالنسبه لنا جايه. احنا طوال الوقت نستبعد حقيقه الموت عن الاشخاص اللي حولنا او انفسنا. طوال الوقت احنا ندف هذه الفكره انه لا ما ابغى افكر انه هذا الشخص القريب مني بيموت، ما ابغى افكر لو فلان مات، لو فلانه ماتت، ما افكر فيه ولا يجي في بالي، واحاول اني يعني ادف هذه الحقيقه كانها مش حقيقه، كانها ما راح تصير يوم من الايام. وهذا جزء من ازمه كثير من الناس في عدم اتفاقهم او عدم
عدم تفاهمهم مع فكرة الموت، إنها بالنسبة لهم مش حقيقة قادمة على الجميع، وبرضو جزء منها على أنفسنا لما إحنا مثلا يمكن ما نكتب وصيتنا، يمكن نتجاهل إنه إحنا يوم من الأيام ما راح نكون موجودين، يمكن ما نحاول نفكر في هالموضوع، يمكن حتى شخص ما يقدر يقول أنا لما أموت راح يصير كذا، أو أنا إيه بعد عمر طويل لما نموت بيكون في أجيال كذا، يعني مثل حتى هذه الجمل. فاستبعادنا لهذه الحقائق أحيانا هو يخلي هذه الأزمات تظهر. جزء آخر من الموضوع أنه إحنا بطيئين، إحنا كبشر عندنا بطء بشكل عام، بس في أشخاص بسرعة يتحركون أسرع شوي، بس بشكل عام فينا بطء. هذا البطء يؤثر على فهمنا لفكرة الموت، والسبب أنه إحنا شفتوا كيف الناس مثلا بصعوبة، ركزوا معي شوي، شفتوا كيف الناس بصعوبة يتغيرون، لأنه أنا عندي الفستان هذا فلابسته، لا 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 شوية خلوه علي، لا لا أنا متفاهمة مع هذا الفستان، لا لا خلوني شوية خلوني شوية، ببدل الفستان بلبس فستان أخضر مثلا، بلبس أصفر نسخة جديدة، لا شوي شوي وبعدين أروح ألبس فستان أخضر لا أرجع، لا 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 خلوني شوية هنا. فإحنا لما نتغير إحنا نعلق شوية، نعلق مو على طول نقول أوكي يلا خلاص اكتشفت انه فستان ما يناسبني اخلع البس الفستان الثاني، ما ناسبني اخلع البس الفستان الثالث لما انا اشوف الفستان المناسب لي. فاحنا نطول، احنا نطول، احنا بطيئين يعني. ها وهذا هو بسبب تخلف المشاعر اللي سبق تكلمت عنها، انه احنا كبشر ما طورنا مشاعرنا، احنا مش متطورين، احنا متخلفين مشاعريا. يعني في اشياء بسيطه ما نقدر نتفاهم معها، ما نقدر نتفاهم معها. فتخيل انه في شخص يعرف انه هذا الوضع سيء بالنسبه له بس ما يقدر يطلع منه، تخيل يمكن يوم من الايام البشريه يعني يضحكون لما يسمعون هذه القصص اللي احنا نبثها الان، ما ادري. يعني احنا متخلفين مشاعريا لدرجات جدا عاليه، جدا كبيره تخلف المشاعر عندنا. وكثير من الحيوانات هم متطورين مشاعريا اكثر منا على فكره، بس احنا عقليا يعني شايلين نفسنا شويه. المهم انه احنا البطء اللي فينا يخلينا، التخلف المشاعري جاب البطء، البطء يخلينا احنا نعلق في الشيء، نطول يعني لا ابغى ثوبي القديم، خسارة ثوبي القديم، يا افتقدت ثوبي القديم. لما واحد مننا يطلع من هذه الحياة ويطلع لمكان ثاني هو حتما في مكان افضل، وهو ما جاب خبرنا يعني هو مو مهم بالنسبة له كل التفاصيل هذه. الحياة الدنيا لا تساوي شيء بالنسبة لما بعد الحياة، ما هي شيء، كأنه هو كان نايم وصحى، صحى للحياة، كأنه كان في حياة صغيرة ضيقة قاعدين في كرة أرضية نتضارب على ما أعرف كومنت في الانستغرام، ولا نتضارب على وظيفة، ولا يعني وعندنا جسد يدوب إحنا نمشي ونتحرك يعني، ولا نقدر نطير ولا نقدر نقفز، ولا يعني حياة ضيقة كذا يعني. بعدين هو راح الحياة أوسع وأجمل وإحنا قاعدين نصيح 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 نصيح. طبعاً الشعور اللي إحنا نشعر فيه هو يرجع لقضية البطء، التخلف المشاعري، انه احنا مو قادرين نخلع هذا الثوب. الثوب ما في شيء، الثوب راح لمكان جميل او هو معلق بشكل محترم وطريقة محترمة، بس احنا هذا شعور الشوق. فبالتالي هذه الاشياء اللي احنا نسويها يمكن انانية، يمكن نقدر نقول عنها تخلف مشاعري، يمكن نقول بطء مشاعري، يمكن نقول عنها انها احيانا برضو المخ، طبعا تعرفون احنا متقدمين فكريا، فشوف شلون يفرفر لك المخ مع التخلف المشاعري، نسوي يعني طبخه يعني تعبان، شوف ايش نسوي. الحين احنا متقدمين فكريا متخلفين مشاعري، مش الطبخه، ركزوا معي مش الطبخه. الطبخه انه احنا اقول اخ
أخوي كان شخص جيد. آخ وأنا أخت جيدة وأنا أحبه، كيف أثبت أني أحبه؟ طبعا كله في اللاوعي. كيف أثبت أني أنا أحبه؟ كيف أثبت أني أنا أحب أخوي؟ أنا أصيح عليه، منقطع قلبي عليه، فأنا أصيح أصيح مت من الصياح عليه، لأني أحبه، لأني أخت جيدة، لأني إنسانية، لأني متعاطفة مع الحدث، لأني أحبه، لأني أحب عائلتي، لأني امرأة محبة للعائلة وإنسانية جدا، فلا بد أن أبكي حتى أثبت لنفسي قبل أي أحد أني أنا أخت صالحة. طبخة، ها شوفوا الطبخة، طبخة من طبخة، ها طبخة من طبخة. ليش؟ لأنه إحنا متقدمين فكريا، متخلفين مشاعريا. فلو لو أنت بس فريتي شوية وشفتي الموضوع ببساطة، واو هو راح المكان، واو 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 واو. وأنا بكائي وحسرتي ما راح تحسس أني أحبه، ولا راح يدري أني أحبه، ولا في أحد راح يعطيني نجمة إضافية، وأنا يجب أن لا أعطي نفسي نجمة إضافية عشان أنا قاعدة أنوح وأصيح، ولا يعني أني إنسانية أكثر، لأنه هو راح المكان أفضل ما راح المكان أسوأ، لا يعني أني إنسانية أكثر، ولا يعني أنه عندي شعور مرهف أكثر، يعني أني متخلف مشاعرين وما قدرت أفهم الموضوع أرتب الموضوع. يمكن لما تشوفينها في هذه الزاوية تقدرين تفهمينها. أعتقد أني صدمتك، لكن إحنا اتفقنا أنه نظرية الصدمة تشتغل، نظرية الصدمة تشتغل. هذه مشاعر غضب تبكي على أخوها، قصدك غاضب أنه هو راح، ممكن يصير أنه هو ليش رحت وخليتنا، ليش رحت وخليتنا، ليش. وهذا يعني قد تكون عندنا احتاج برضو أن نشوف زاوية ثانية، أنه أنا درس عندي أني أنا عندي كنترول زيادة عن اللازم، عندي كنترول أني أنا أبغى الناس يتحركون زي ما أبغى، يروحون في الوقت المناسب لي، يجون في الوقت المناسب لي. الحمد لله، ما دام استفدتي من الجواب الحمد لله. انصدمت من زوجي انه يتحرش باخواته، اخواته ولا اخوانه؟ التحرش حتما صدمه، بس معلومه التحرش مش بالضروره صدمه. يعني اذا انت تعرضت للتحرش او انت تعرضتي للتحرش 100% صدمه، 100%، خصوصا في سنوات الطفولة. في الكبر مرات تكون صدمة، بس انه انا سمعت معلومة انه او اكتشفت معلومة، زوجي يتحرش، يمكن يتحرش بعياله، يمكن يتحرش باخته، يمكن يتحرش باخوه، هل هذه المعلومة بالنسبة لي صدمة كشخص سمع المعلومة؟ مش بالضرورة. في اشخاص قالوا لي انهم تعرضوا لصدمات من معلومات، في يعني في اشخاص يقول لك انا انصدمت لما عرفت انه مثلا الحديث الفلاني ضعيف، انصدمت، حسيت اني خدعت لفتره طويله، طبقت هذا الحديث لسنوات طويله، ضاع وقت كثير وانا اطبق حديث ضعيف، فاكتشفت انه واو مين اللي خدعني، مين هذا اللي خدعني، مين هذا اللي سوى لي غسيل دماغ واقنعني بالفكره وهي مش صحيحه. في ناس قالوا لي هذا الكلام، انه معلومه شكلت لهم صدمه. احيانا بعض الاشخاص لما يسمعون معلومات في الوعي تكون اعلى منهم، وهي مش معلومات مرتبطه بمعتقد او فكره، بس احيانا طريقه تفكيكنا لانفسنا ورؤيتنا لانفسنا ايضا يتعرضون لصدمه. معلومه هذه يعني تربكهم، تلخبط حياتهم على مستويات متعدده. فأنت لازم تعرفين أنه هل المعلومة أنه زوجك تحرش بأخواته يعني بالنسبة لك هي صدمة ولا مش صدمة، هذه يجب أن تقرينها أولا. وبعدين أنت لازم تتخذين خطوات حقيقية صراحة، يعني ما يصير أنه أنت يعني مغمضة ومتجاهلة الموضوع، هل الموضوع قديم، هل الموضوع جديد، يعني يحتاج كثير من التفاصيل. تقول أنا اليوم أعيش في صدمة، مر كلامها بشكل سريع بس بعيدة، زوجي اللي طول عمره يحسسني انه هو يخاف الله، وانه هو ما ادري مسوي شيخ المسجد، يمكن اكتشفت انه يعني
شكل السربوت من السرابيت. اكتشفت يعني اكتشاف يعني معلومة. سوري اني اضحك بس الموضوع مرة يضحك. تدرين ليش؟ لانه المجتمع يصفق لهذول الناس. المجتمع يصفق لهذول الناس للأسف. يعني شوفي 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 الحالة المركبة. وليش هذول يسوون كذا؟ لانهم يعرفون ان الخدعة تشتغل. لانهم يعرفون ان الخدعة تشتغل. يعني لما اشوف وحدة تتكلم عن سفر المرأة في السعودية، تتكلم عن سفر المرأة انه لا والمرأة ما تسافر وما اعرف ايش، بعدين يجي القرار بعدين تقلب. اعرف قد ايش الضياع اللي فيه الناس. مو شخص، لا الشخص هو اصلا هو عارف اللعبة. الشخص هو عارف اللعبة، اللي يسوي هذه الخدع هو عارف اللعبة. لكن الناس اللي صفقون لهم، درجة التخلف انه الناس تصفق للنفاق. توكي اهم شيء هو مستر نفسه، وهي ما طلعت صورتها في الـ في الـ في سناب شات ولا طلعت صورتها في انستغرام. برافو. شلون يعني انت تصفق؟ يعني انت تبغى الناس يكونوا بوجهين ما يكونوا حقيقيين؟ تبغى المجتمع يكون منافق؟ تبغى المجتمع عنده جروب يمثل الصلاح وجروب يسوي في كل الخياس حقه، وتصفق لما يكون هنا ولما يكون هنا يقول؟ لأجل ذلك نحن نتطور، مو لأجل الشخص اللي فاهم اللعبة، مو لأجل الشخص اللي عنده وجهين، لا، لأجل الشخص اللي قاعد يصفق للمشهد، لأجل الشخص اللي يشجع الناس على النفاق، لأجل الشخص اللي يقول للناس المنافقين برافو والله ما شاء الله عليكم كلامكم ممتاز الله يوفقكم الله يسعدكم، اي والله انكم محافظين على قيم المجتمع، محافظين على ثبات المجتمع ورسوخ المجتمع. الا انتم انصب مما تتخيلون، اكذب مما تتخيلون، انه الواحد يكون عنده وجهين ويمثل دور هنا ويمثل دور هنا. ليش 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 كمجتمع نصفق لهذه الاشكال؟ عشان يطلع واحد مثل زوجها يروح ما اعرف يمكن لحيته قد كذا، يروح ويخطب ويقول واو ما شاء الله شخص جيد ورائع، وبعدين ولا عنده 100 مصيبه و100 حفره ويسود الوجه. ليش؟ لانه هو فاهم اللعبه، لانه هو فاهم اللعبه، وهو عارف ان 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 لما يكون انسان حقيقي راح يضاربون الناس. لما يكون انسان حقيقي اللي ورا الشاشه زي اللي قدام الشاشه، اللي عند الناس زي اللي ورا الناس راح يضاربون الناس. لذلك مثل عليهم، مثل عليهم، مثل عليهم، مجموعه اغبياء خل مثل عليهم، يلا اغبياء مغسول دماغهم مثل عليهم. ايش تقدر تمثل عليهم؟ تمثل عليهم بشكلك، تمثل عليهم انك متستر، انك يعني تؤيدين كذا ولا تعارض كذا. مثل باي طريقه تمثيليه بيصفقون لك اي تمثيليه. يعني تتوقعون، خلينا نختصر عليكم الموضوع، تتوقعون انا الان كدكتوره في القران لو فسرت القران تتوقعون كم نجمه راح احصل من هذا المجتمع؟ كم نجمه راح احصلها من هذا المجتمع اذا قلبنا انستغرام نتحدث عن القران وتفسير القران؟ كم نجمه راح احصلها؟ كم شخص راح يسجل في دوراتي؟ كم راح اكسب فلوس؟ كم شخص راح يدعمني؟ كم شخص راح يصفق لي؟ كثير كثير كثير. اقدر اطلع ملايين الملايين بس من هذه الفكره، من فكره اني اتكلم عن القران وافسر القران. كثير صح، كل عام تصفق لي صح. سهل الموضوع، بسيط، ولاني فاهمه اللعبه، لاني عارفه انه الناس اصلا ما همهم بس وش تقول، ما همهم انت صادق ما انت صادق، حقيقي ما انت حقيقي، ما همهم ما همهم. الناس عندهم صدمات ورا صدمات ورا صدمات، غسيل دماغ ورا غسيل دماغ ورا غسيل، ما يعرفون بس تقول لهم كلمتين بالنهايه يظهر اشخاص مثل زوجها. في النهايه راح يطلع اشخاص مثل هذا الرجل. لذلك انا لا اؤيد تعزيز الخير الشخصي. لا اؤيد انه الشخص لما يعني يسوي خير بشكل شخصي ان نصفق له ونطبل له، ما اؤيد هذه الفكره. الخير اللي تسويه لنفسك، بتصلي صل لنفسك، بتسوي خير لنفسك،
احنا ما لنا دخل في الموضوع، وراح اصفق لك، ما راح اصفق لك انك انت تصلي، ما راح اصفق لك، ما راح اصفق لك انك انت انسان محترم ولا تروح ولا تسوي شيء حرام، ما راح اصفق لك عشان بكره تنصب علي وتكذب علي، عشان بكره تصلي قدامي وتغير من وراي، عشان تفتح المصحف لما ادخل عليك وبعدين تسكر لما اطلع، ما راح اصفق لك. بالتالي هذه هي مخلفات المجتمع. صدمة صح؟ صدمة بالنسبة لك انك تعيشين مع هذا الشخص. ابغى اقول لك انت لا تصفقين لهذه الاشكال، انت كزوجة لا تعززين وتصفقين لهذه الفكرة، لا تصفقين لها، لا تصفقين لفكرة شخص يقول لك كلمتين ما نعرف اصلا هو مطبقها ولا مو مطبقها. تعزيز، تعزيز طوال الوقت للنفاق. لذلك انا اقول لك اذا هذا زوجك الشيء اللي سواه، البلاوي اللي مسويها، البلاوي المتلتلة اللي مسويها، هي تأثر عليك ولا ما تأثر عليك؟ هو قاعد ينصب اشياء قاعد تأثر عليك، يعني مثلا ينصب مثلا انه هو قاعد يمثل انه يصلي وهو ما يصلي، او هو قاعد يمثل انه هو انسان عفيف وهو مش عفيف، او هو قاعد يمثل انه هو مثلا ما يدخن هو يدخن مثلا. الى اي درجة هذه الاشياء تأثر عليك؟ تخذي الموضوع بهدوء بساطة، اكتبي الاشياء، رقم واحد هو يسوي كذا، او هو يقول كذا ولا يسوي كذا، هو يدعي كذا وهو مش كذا، هو يدعي كذا ومش كذا. عاد انت الحين راح تلقين الموضوع على مستويات، اذا هو خبير في الموضوع على مستويات. ليش؟ لان نرجع نأكد القاعدة اللي احنا دائما نأكدها، ان العقل اللاواعي يعمم. لذلك انا ما احب ان الانسان يعيش في حالة نفاق او يعيش في وجهين، انه العقل اللاواعي يعمم. يعني اذا انت تعيش حالة تمثيلية تمثل على شخص، ترى الموضوع بيكبر 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 لما تصير تمثل على نفسك. يوم من الايام اصلا ما تعرف نفسك من كثر ما مثلت، من كثر ما نافقت، من كثر ما سويت عشرة وجي، ما تعرف نفسك، ما تعرف نفسك من كثر ما مثلت، ما تعرف اصلا، تنسى انت وش ممثل هنا وش ممثل هنا وش قايل هنا وش ما قايل هنا. العقل اللاواعي راح يعمم الموضوع على درجات متعددة. انت كزوجة قد تكوني مشغولة الان بموضوعات الدينية، ان هو مثل انه يصلي وهو ما يصلي، مثل انه عاقل وطلع مهبول، مثل انه مؤدب طلع سربوت، مثل كذا وصلح. هذا على مستوى. طب على مستوى ثاني المشاعر، تعالي شوفي وين مثل في موضوع المشاعر. على مستوى الافكار، وين مثل في موضوع الافكار؟ وين مثل، وين مثل في موضوع الافكار؟ تالي هي راح تلقينها على مستويات، لانه العقل اللاواعي يعمم يعمم يعمم، فراح تلقين ان حياته عباره عن تمثيليه كبيره على مستويات متعدده. لذلك انت تعرفي وش اللي ياثر عليك وش اللي ما ياثر عليك، الشيء اللي تعززينه ايش الشيء اللي ما تعززينه. احنا لازم نعرف ايش الشيء اللي نعززه احنا مستفيدين منه، الشيء اللي ما نعززه ما لنا دخل فيه، الشيء اللي المفروض ما نعززه ما لنا دخل فيه. هذا شغل انت مسؤول عنه. انا ما اعزز هذا السلوك لان هذا الشيء يمكن واجب عليك، او هذا الشيء مفروض اصفق لك عشان انت تصلي. لا طبعا ما راح اصفق لك عشان انت تصلي، تبغى تصلي صلي، ما تبغى تصلي هذه مشكلتك بينك وبين الله. لكن في شيء ياثر علي مثلا مثل الخيانه، اوكي انا اعزز عدم الخيانه او ازعل عشان الخيانه، هذا في شيء ياثر علي. فلازم اعرف انا وش الشيء اللي ياثر علي على المستويات كلها. يتضايقون مني اخواتي لاني على طبيعتي في اي مكان وانا مرتاحه. شوفي خلينا نتفق على شيء، انه على طبيعتي شيء واني قليل ادب شيء ثاني. لانه في اشخاص يقولك اي انا حقيقي وانا على طبيعتي، وبعدين يعني مليء بكل قلة الادب وبكل سفالة. لا، انك على طبيعتك بس ما يعني انه انا اعرض شخص لإهانة، ما يعني انه انا اقلل ادبي على شخص، ما يعني انه انا اهين شخص، ما يعني انه انا اتكلم عن شخص من وراه، ما يعني انه انا اسب واغتاب، ما يعني انه انا انم شخص عن شخص. هذا انا حقيقي، هذا طبيعتي، تحملوني. الوقاحة، تمثيل دور الضحية والكذب. صار لي 3 سنوات متبلدة المشاعر، فكرت نفسي بدرجة الحياد. اوكي خلوني اقول لكم شويه على هذا السؤال. تقول صار لي 3 سنوات انا
متبلدة المشاعر، كنت أعتقد أني على درجة الحياد. خلني أقول لكم أنه جزء كبير من الأشخاص اللي دخلوا عالم الوعي هم موجودين وما زالوا موجودين في درجة الحياد، ما راح يطلعوا منها وبيبلطون فيها. والسبب، وجتني كثير من الاستشارات لأشخاص وجدتهم في هذه المرحلة، والسبب، السبب أنهم لا يؤمنون بالتنظيف. تخيل 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 هذه الورطة. لما أنت تأخذ معلومات عن الوعي، يعني مثلا خلنا نقول كعسل سلم هاوكنز، سلم هاوكنز، إذا أنت ما تعرف سلم هاوكنز، روح عندي على اليوتيوب، افتح سمية ناصر سلم هاوكنز، اسمع كل المستويات، راح يكون عندك قفزة معرفية. قفزة معرفية. أنت لما تسمع سلم هاوكنز غير الشخص اللي ما سمعه، غير في درجة وعي مختلفة. فما بالك لو تسمع بعد القوانين الكونية، برضو تلقاها في اليوتيوب، اكتب القوانين الكونية سمية ناصر واسمعها، راح يكون أوه واو واو، أنت سويت يعني واو، أنا وين كنت؟ وين كنت يا جماعة؟ وين كنت؟ كنت ضايع يعني قبل سلم هاوكنز، قبل القوانين الكونية كنت ضايع، ما أعرف شيء. الآن واعي، الآن واعي. فعلا كلام صحيح، كلام صحيح. يعني درجة الوعي تقدر تحسها بنفسك، تقدر يعني تقدر تفهمها، تقدر تحس إنه أوه أنا فعلا تغيرت. صحيح، خلاص نضبط المشاعر، نضبط المشاعر، مشاعر إيجابية، مشاعر إيجابية. ها ها، لا تتفاعلون مع الأشخاص هذول المش كويسين. أوه فلان مو شوية ملخبط، ما أبغى أتفاعل معه، أوه في هنا قضية ملخبطة الدنيا. ما لا 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 تتفاعل هنا، 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 لا تتفاعل هنا. أوكي 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 أوكي، ستوب ستوب ستوب، لا تتفاعل مع كل الحياة. ستوب ستوب ستوب، خلونا في الحياد، خلونا في الحياد. أوكي أوكي جود، واعي واعي، فاهم فاهم، أفهم منهم كلهم، واعي ممتاز. أشوف العالم، أشوف الضياع، أشوف الضياع، أعرف الضايعين جايبتهم هنا. هدوء، سلام، حياد، ما لي دخل من شيء، ما حد دخل فيني. أوكي أوكي جود، وين الحب اللي يقولون عليه؟ وين الفرح؟ وين الاستنارة؟ وين اللي بعده؟ ما في بعده. انت علقت، انت علقت. والسبب انه جزء كبير من هؤلاء الاشخاص انهم هم اخذوا هذه المعلومات، فهموها واستوعبوها، وهذا جزء جدا ممتاز ورائع، بس ما كملوا الشغل اللي هو التنظيف. التنظيف، انا كنت في هذه المرحلة، لذلك افهمها واعرفها جيدا، واعرف شعورها، واعرف كيف الانسان يبذل جهد أنه يستمر في هذه المرحلة، لأنه يعرف لو تفاعل مع أي شيء راح تفرط السلسلة، وهو يعرف أنه ضعيف مشاعريا، وأعتذر أني أقول هذا الكلام للأشخاص في الحياد لأنهم كثيرين، يعرف أنه هو لو تفاعل مع شيء راح تنفرط السبحة راح تنفرط السبحة، لأن السبحة ضعيفة، راح تنفرط السبحة لأن السبحة ضعيفة، لأن السبحة عبارة عن فلسفة مش تطبيق واقعي عملي. السبحة عبارة عن فلسفة مش تطبيق واقعي عملي. فهنا يجي دور انه انا اطلع الاشياء اللي جواتي، اتفهم معها، اسوي تنظيفاتي، اواجه مشاعري، اطور من مستوى المشاعر المتخلف اللي عند كل البشرية على الاقل. يعني تدرون لو في شخص يعني بس عنده 1% اطور من البشرية في المشاعر، راح يكسر الدنيا، راح يكسر الدنيا. تدرون ولا لا؟ راح يكسر الدنيا. وقتها راح تقول اخ ما ابغى اصلا الحياد، بطقاق في الحياد كامل، ما ابغى اكون محايد، لا ما ابغى اكون محايد، ما ابغى اكون محايد، لا مو مهم الحياد بالنسبه لي، مو مهم، المهم اني انا اعرف افرح، اعرف احب، اعرف اقفز للاعلى، اعرف اجرب السلام، اضرب القاع مرات، ايه مرات احزن وازعل واضرب القاع، بس اغلب وقتي انا في العالي. فبالتالي في مثل هذه المواقف يجب أني أنا أتخذ خطوة حقيقية تجاه مشاعري، أني أنا أفهمها، أواجهها، أكتبها، أتكلم عنها، أطلعها للسطح، أنظفها، أحررها. وقتها تتطور المشاعر. لما تتطور المشاعر نتطور من مرحلة الحياد.
والكلام اللي كانت تسأله صديقتنا انه تتبلد المشاعر اللي كان عندك انت اعتقد انه هو الحياد، هو يجي مع بعض، هو يجي تبلد مشاعر وانت في الحياد. يعني لا يعني كلامي ان انت اصلا ما كنتي في الحياد، لا انت في الحياد بس انت واعية. هذا الفرق، الفرق ما بين وحدة يمكنها في البر يعني ما عندها ذاك الفهم ولا عندها ذاك المعرفة ولا هي موجودة هنا ولا عندها كتب ولا تثقفت ولا تعلمت ولا، وعندها حالة إنكار للمشاعر، إنكار تام. يعني يمكن ولدها وزوجها وأبوها ماتوا مع بعض في حادث، ما مستعان، نحن مؤمنون بقضاء الله وقدره والحمد لله والشكر، ومن عقبها كل شيء تجمد عندها بدون إحساس، تعيش بدون إحساس. يعني امرأة بدون إحساس، يموت أحد، يحيى أحد، تفاعل أحد، يفرح أحد، يتزوج أحد، ما في إحساس، كله 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 بدون إحساس. فمثل هذه أقدر أقول أنها في حالة إنكار مشاعر، بس هي مش في الحياد. بس أنت لأنك فاهمة أقدر أقول نعم أنت في الحياد، لا توقع أن أنت مو في الحياد، أنت في الحياد، أنت في الحياد، مو غضب مو خوف مو شيء، أنت في الحياد، قاعدة تشوفين عالم تتفرجين، بس ما أبغى أحس، ما أبغى أحس، ما أبغى أحس، لأن المشاعر هاي بتورطني وبتفرط السبحة وبروح في 60 داهية، ما أبغى أحس. فنعم أنت في الحياد وفي حالة إنكار. أحس الحياد جيد، راحة وهدوء لفترة، نعم نعم لفترة، نعم لمرحلة، نعم، بس في لحظة في أشياء جميلة في الحياة. خليني أقول لكم قصة. هذا واحد أعتبره من معلميني، سألته قلت له عندك خوف؟ قال زيرو، الخوف عندي زيرو. أنا قعدت لفترة مو مصدق الموضوع، مو مستوعبة، في حياتي ما كنت قابلت شخص ممكن يعطيني لو إشارة أو معلومة أو فكرة إن هو الخوف عنده صفر، الخوف عنده صفر حرفيا. ما كنت قابلت في حياتي إنسان أو معلم أو مدرب، أو ما كنت قابلت نهائيا، ولا كنت حتى يعني حتى عن بعد أو نهائيا، ولا توقعت إنه ممكن أنا أقابل شخص يقولي الخوف عندي زيرو. ولحظتها فقط، لحظتها فكرت كم شخص من هالبشرية هذول كلهم ممكن يشعر بهذا الشعور انه زيرو. تخيلوا احنا كلنا في السالب، غضب خوف حزن ألم مدري ايش بطيخ، كله كله في السالب، الآن احنا في الزيرو. تخيل انه كل الجمال اللي تحس فيه في الحياة، مثلا انت كنت فرحان، كنت مبسوط، كنت مستانس ذاك اليوم، كنت مستمتع، مبسوط بالأكل، مبسوط بالأصدقاء اللي جوك، مبسوط طلعت تتمشى برا، رحت للبحر، اتصلت بالطبيعة، كله مبسوط. تخيل إن هذا كله بالسالب، تخيل إنه إحنا يعني أغلبنا ما وصلنا حتى زيرو عشان بس نقدر نستشعر المتعة في الحياة والجمال في الحياة. ما هي الدرجات من المتعة اللي احنا مو قادرين نحس فيها اصلا، مو قادرين نوصلها؟ يعني لما بس خلونا نوصل الزيرو بعدين نعدي فوق الزيرو. 5.5 او 0.5 اعتقد اقل. فاحنا اللي قاعدين نحاول نسويه انه الأشخاص اللي يمرون بحالة الصدمة هذولا هم أكثر الأشخاص القادرين على أنهم يسوون قفزة. لا تنسى هذا الشيء، أكثر الأشخاص اللي يمرون بصدمة حالية هم، وهذه رسالتي لك اسمعها بشكل جيد، الأشخاص اللي يمرون بصدمة حالياً أو صدمة ظهرت للسطح، كانت موجودة سابقا وظهرت للسطح الآن، هم حرفيا أكثر الأشخاص القادرين على إحداث قفزة الآن.
لذلك أنا أعتبر الصدمة فرصة. الصدمة فرصة. الصدمة فرصة. بس ملايين ومليارات الناس اللي ما عندهم الفرصة أو يمكن هم ما بغوا أنهم هم يعدلوا من حياتهم راح تمر الصدمة تزيدهم ألم وحسرة وغضب، يمكن يقررون أنهم ينتحرون ويحصلون على حياتهم وتنتهي القصة. هل الحياة تعطينا اختبار للخوف وهل هي الصدمة؟ تختلف. إحنا يعني إحنا صدماتنا تختلف، كل واحد يختلف، يعني صدماتنا تختلف. في ناس مصدومين عشان وفاة أحد، في ناس مصدومين عشان فضيحة، في ناس مصدومين عشان مرض، في ناس مصدومين عشان علاقة انقطعت، في ناس مصدومين عشان موقف صار لهم مخيف. فما تعرفين من وين تجي الصدمة، مش بالضرورة فقط الخوف. إيش يعني لما تكرر نفس الصدمة خلال سنتين؟ يعني إنه أنتي ما فهمت الدرس، يعني إنه أنتي كنتي في أولى ابتدائي وكان فيه الامتحان النهائي رقم واحد ولا نجحتي، وجاء الامتحان النهائي رقم اثنين. لا يعني كلامي إنه المرة الجاية ما راح تتكرر الصدمة، لكن الشعور تجاه الصدمة يجب أن يكون مختلف. هذه الفكرة. طيب أعتقد ما عندنا وقت. المرة القادمة راح نسمع إن شاء الله جزء من دورة أبانوس. أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتم من لقائنا اليوم. شكرا للقلوب واللايكات والكلام الجميل. تصبحون على حب.